برحب بيك تاني يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت يمكن في اللحظات دي معايا المحترف الايطالي لويجي. لويجي first of all let me welcome you on our اهلي تي في channel and of course let me tell you congratulations for your second win with the اهلي team. First of all before talking about today's match let me ask you about your feeling. This is the second match, the first match was from 3 days ago or 2 days ago. Tell me about your feeling when you started to play with all your the players in the Ahli team. First of all, I want to say one thing. This is my first match after one bad injury of my ankle, and I'm very happy today because I can't wait to play again in this court because all it's amazing. I'm very happy because my team every day grow up, and this match it was difficult, but we start good in the beginning, and we play very very good, I think. طبعا يا كابتن هيثم انا كنت بتكلم معاه يعني في انه يمكن اول مباراه لي كانت مع اسكندريه للبترول من يومين ثلاثه ويمكن دي ثاني مباراه لي ويمكن كمان يعني ان هو في اول مباراه يمكن شارك بس بوقت بسيط او بنسبه بسيطه مع فريق النادي الاهلي ولكن النهارده يعني كان بيقول انه هو رجع دي بالنسبه له هي اول مباراه طبعا لان هي كانت مباراه صعبه النهارده ويمكن اول مباراه بالنسبه له بعد يعني اصابه اللي تعرض لها يعني في صفوف فريق النادي الاهلي وهو مبسوط إن ان هو يعني بيلعب مع فريق النادي الاهلي ومبسوط كمان انه الفريق بيتطور يوم عن يوم طبعا اداؤه في جميع المباريات في الدور التمهيدي من بطوله الدوري. اوكي اوكي ليتس اسك يو انذر كويستشن اوف كورس اباوت ذا بريباريشنز فور ذا نيكست ماتش نيكست ستيب. تيل مي هاو يو ار جونا بريبير اند اولسو تيل مي توداي يور فيلينج اند هاو ديد يو سي ذا بيرفورمانس ايذر اوف يور بيرفورمانس اور اول ذا اذر بلايرز بيرفورمانس اوف ذا تيم. Okay, I can speak for me, but I'm feeling very good now in the team because I told you after 1 month it's very difficult to start again to play because it's very difficult match. But now I'm feeling good in my team. I try to find a very good timing. And about the other question, I think that every day we must work very hard because this is the only streets for win every match. And from today we start again. For very very hard work. طبعا يا كابتن هيثم انا كنت بساله عن النهارده شايف ازاي اداء لاعبي النادي الاهلي طبعا اداؤه طوال المباراه امام بتروجيت وهو كان بيقول يمكن بعد ما تعرض للاصابه ويمكن كان ما بيلعبش لمده شهر مع فريق النادي الاهلي يمكن هو شايف انه دي اول مباراه ليه بالنسبه بعد تعرضه للاصابه انه هي هتكون مباراه صعبه بالنسبه له. يمكن اتكلم على انه اداؤه النهارده يعني هو شايف الاداء النهارده كويس ولكن كانت المباراه صعبه بالنسبه له هو وكل لاعبي النادي الاهلي. ويمكن كمان اتكلمت عن يعني الاستعدادات الفتره القادمه وقال انه من بعد المباراه النهارده ان هم هيستعدوا بشكل قوي لجميع المباريات الفتره القادمه عشان يعني يأدوا نفس الاداء اللي هم متعودين عليه في طوال يعني المباريات السابقه في يعني جميع الجولات في الدور التمهيدي من بطوله الدوري. لويجي ثانك يو سو ماتش اند اي ويش يو اول ذا بيست ان يور نيكست ستيب. ثانك يو ثانك يو ثانك يو اول وان باي. كابتن طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع المحترف الايطالي لويجي واللي طبعا كنت بتكلم معاه يعني عن مباراه اليوم واحساسه انه بدا يشارك اخيرا مع فريق النادي الاهلي بعد تعرضه للاصابه والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا كابتن هيثم تفضل.